مرحبا بكم في حلقة جديدة من المختصر المفيد، واليوم راح نطرح سؤال لطالما يفرض نفسه: من الأذكى، الرجال أو النساء؟ وهل الرجال أذكى من النساء؟ اعمل لايك وشارك المحتوى مع من تحب. ببساطة لا، الحديث عن الفرق في الذكاء وبعيدا عن الإسقاطات الدينية والاجتماعية والنفسية بين الرجل والمرأة هو أمر غاية في التعقيد بقدر تعقد أدوات القياس وعدم وضوح حدودها واتساع مدى المتغيرات المنضمة للمعادلة. يتسبب ذلك في جدل طويل ممتد في الوسط العلمي، لكن تأتي النتائج كما وضحنا منذ قليل لتقول أنه في المعدل لا يوجد فارق بين الرجال والنساء. ما نعرفه أن تقسيم الدماغ لذكر وأنثى ليس علميا بالمعنى المفهوم. بالمختصر المفيد، إنها تجارة رائجة، إذن تحاول كمثيلاتها أن تحصل على كل المال الممكن من جيبك مقابل إيهامك بأن هنالك فارقا شاسعا بين الرجل والمرأة، بل ربما تتحول تلك المساقات فيما بعد لجلسات علاجية لا أساس علمي لها. ما أود أن أقوله إذن أنه يمكن لشخص ما أن يساعد في حل مشكلة بين زوج وزوجته فقط ببعض الحديث الهادئ العقلاني كطرف محايد، لكن أن يتطور ذلك ليصبح تجارة بمليارات الدولارات تزدهر عالميا فتلك كارثة. طابت أوقاتكم.